بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، عندنا بعض الأسئلة عن السحر الأسود، ويسألون أي ويسألون كيف يتأكد واحد أنه مصاب به، وما هو العلاج الشرعي لهذا؟ ليس هناك فرق بين السحر الأسود والأحمر والأبيض والأخضر، فكل ما عمل من أجل الإضرار بالآخرين من أنواع السحر فهو محرم، بل تعلمه في حد ذاته محرم ولا يجوز، بل الذي يظهر من عامة أقوال أهل العلم أن تعلمه كفر، لأن تعلمه لا يتحقق إلا بالكفر بالكتاب والسنة وبالكفر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا كفر الساحر أو من يتعلم السحر؟ أولا لقول الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله تعالى: فيتعلمون وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فتكفر، وقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني من تعلمه، ما له في الآخرة من خلاق. الأمر الثاني أن السحر لا يتحقق إلا بعبادة الشياطين من دون الله، وبصرف شيء من أنواع العبادة لهم، أو بإهانة ذكر الله عز وجل كإهانة المصحف أو تنجيسه، أو إهانة أي شيء فيه ذكر الله، أو سجدة لغير الله، أو نحو ذلك مما يتعاطونه من أجل أن يعاونهم الشياطين على تأثير سحرهم. ولا ويحرم تعلمه وتعليمه حتى ولو لغاية صحيحة، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، والداء لا يعالج بالداء، وطالما كان المدخل إليه كفريا وشركيا فإنه لا يجوز التعامل به تحت أي مبرر، ولو قصد المتعلم حل السحر عن المسحور.